التقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمعالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي في العاصمة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين. نعم، وخلال اللقاء أكد معاليهما عمق العلاقات الثنائية التي تتنامى في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرين إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يعزز وحدة الصف ويخدم المصالح المتبادلة. وبحث اللقاء سبل استثمار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجعلها حافزا لتعزيز التنسيق البرلماني في مختلف القضايا، مؤكدا معالي رئيس مجلس النواب أهمية الدور المحوري الذي تطلع به السعودية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومشيرا إلى أن العلاقات البحرينية السعودية تمثل نموذجا يحتذى به في الترابط والتعاون. وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أهمية اللقاءات البرلمانية بين البلدين لما لها من دور في توثيق الروابط والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والذي يتسق مع الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يترأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى السعودي أن العلاقات البحرينية السعودية تمثل نموذجا فريدا في التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون البرلماني يسهم في تقوية أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين. تناقشنا في علاقات تاريخية اللي تربط البحرين والسعودية، هي علاقات تاريخية متميزة وعلاقات قوية، سواء على مستوى القيادات أو على مستوى الحكومات أو على مستوى البرلمان اللي يربطنا اليوم. هذه العلاقة احنا نبحث على استمرارها وعلى خروج بنتائج إيجابية تنعكس على الشعبين الشقيقين. النقطة المهمة لهذه الزيارة هي توطيد هذه العلاقة. طبعا هاي ردا على زيارة معالي الشيخ الدكتور رئيس مجلس الشورى البحرين، احنا قمنا بدعوة خاصة منه بزيارة المملكة العربية السعودية، وهذا شرف كبير لأي زائر من البحرين. طبعا التحقق النتائج لازم تنعكس على الشعبين الشقيقين إن شاء الله.